عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعاتي الغاليات، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. وصفتنا لهذا النهار أولا الوجبة ديالنا غادي تكون سريعة في المقلاة، كتجي لذيذة بزاف الأخوات. المكونات ديالها أنا متأكدة بأنها كاينة في كل بيت وكل شي كيبغيها. البطاطا إن شاء الله كوجبة رئيسية للغداء أولا العشاء، غادي تطيب غير في المقلاة. خليكم معايا أخواتي من الأول حتى الأخير، نشوفوا مع بعضياتنا الطريقة والمراحل ديال تحضير هذا الطبق هذا. بسم الله على بركه الله. اول حاجه كنبداو بها كناخذوا البطاطا، خذوا الكميه الكافيه اللي كتناسبكم او اللي غادي تكفاكم، كتحيدوا ليها القشره وغادي نقطعها على هذا الشكل، ومن بعد كنرجع ونقطعها مكعبات صغيره بهذه الطريقه هذه. ودائما كنكونوا حاطينها في شي اناء او في شي بانيو اللي فيه الماء. حاجتنا بهاد البطاطا انها تخلص من النشا اللي فيها. بهذه الطريقه هذه كنقطعهم مكعبات هاد القياس هذا. غادي نكمل الكميه اللي عندي ديال البطاطا ونرجع الاخوات، دائما مخلينها في الماء بهذه الطريقه هذه، يعني في هاد القياس يكونوا هاد الحبات ديال البطاطا اولا المكعبات ديال البطاطا. البطاطا ديالي بعد ما قطعتها كنخليها في الماء، دائما ديروا ليها المشويه بزايد بحال هكا ونخليوها فيه باش كتخلص من النشا اللي فيها. وهنايا عندي حبه ديال البصل، والبصله كتواتى بزاف مع البطاطا، يعني نديروا واحد الحبه تكون كبيره ديال البصله. كنقطعها مكعبات بهذه الطريقه، وهنايا عندي حبه ديال الفلفله، هذه عندي كبيره، غادي ناخذ غير النص ديال الحبه ديال الفلفله، عندي غير النص فيها. خذوا اللي توفر لكم سواء فلفله حمراء ولا الخضراء اللي توفر لكم، حتى هي كنقطعها مكعبات صغيره، وغادي ندير معاها طريف ديال الفلفله. هذه عندي حاره ولكن ماشي حاره بزاف، الا توفرت لكم الفلفله حمراء وخضراء ديروها، حتى هي غادي نقطعها بنفس الطريقه مكعبات. دائما كنحيدوا هاد الخويطه هذه اللي كتكون في الوسط، ونرجع نكمل تقطع ديال الفلفله وديال البصله ونرجع الاخوات. بسم الله. كنجيب مقله كندير فيها زيت نباتيه، بطبيعه الحال المقله بعد ما كتسخن كنديروا فيها شويه ديال زيت نباتيه، ومباشره غادي ندير فيها البصله. بسم الله. كنضيف لها شويه ديال الملحه وكنحركها بهذه الطريقه هكا باش كتنزل شويه، غير واحد شويه البنات غادي تنزل، ومباشره غادي نضيف فوق منها الفلفله غير واحد شويه. وهنايا كنضيف الفلفله بعد ما نزلت لينا البصله غير واحد شويه، وغادي نقلبهم مع بعضياتهم بنفس الطريقه، غادي نخليهم حتى كينزلوا غير واحد شويه عاود ونرجع. هنايا بعد ما نزلت الفلفله والبصله غير واحد شويه، سمحوا لي واخا البخار، كنجيب هنايا البطاطا بطبيعه الحال بعد ما صفيتها. كيف قلت ضروري البنات اننا نخليوها في الماء باش كتخلص من النشا اللي فيها. هنايا هادي غادي نقطعها دازت هكا. البطاطا عندنا البنات بانها ما مسلوقاش، يعني مباشره كي صفيتها كيف كنديروها هنايا، ندير لها هكا باش تنقص شويه من الصداع باش تسمعوني بحال هكا، وكنبقى نحرك فيها اولا كنقلب فيها بهذه الطريقه هذه. غادي يطيب لينا البطاطا غير في هذا البخار هذا، يعني غير مع هاد البصله والفلفله بهذه الطريقه. كنبقاو نقلبوا فيها ونشحروا فيها مزيان، فيها غير الملحه في الاول مع شويه ديال الزيت نباتيه، كنبقى نقلب فيها بهذه الطريقه. سبق لي الاخوات علاش كنوضح هذه المساله هذه، لان عندي وصفه في القناه بالبطاطا بهذه الطريقه ولقات استحسان العديد من الاخوات وفيها مشاهده عاليه، يعني في واحد الوقت قصير بنفس الطريقه، يعني البطاطا ما كانتش مسلوقه وكتكون عندي تساؤلات فيها واش البطاطا سلقتيها، لا مباشره كنديروها هنايا. حتى هذه هي دازت هنايا ما تقطعتش، مره مره كنقلب فيها بهذه الطريقه هذه
وغادي نغطى عليها. ملي كنغطى عليها بهذه الطريقه كيرجع عليها الصهد كيف كنقولوا ديال المقله، مره مره كنبقاو نحركوا فيها. شفتوا معايا البنات كانت مره مره كنبقى نقلب فيها حتى كتولي اللون ديالها شفاف، كنحسبوها بحال الا راها طايبه الاخوات، يعني كيدخلها الطياب مزيان. هنايا بالنسبه للتوابل غير اللون ديالها هكا راه هو كيولي محمر، يعني بهذه الفلفله الحلوه اللي هي طبيعيه كتعطي فيها هذا اللون. بالنسبه للتوابل عندي هنايا شويه ديال الثوم بودره، شويه ديال الابزار، شويه ديال السودانيه، شويه ديال الخرقوم، وشويه ديال التحميره. هادو هما التوابل. بسم الله، الثوم بودره، الابزار، شويه السودانيه وكتبقى اختياريه بطبيعه الحال، شويه ديال الخرقوم، وشويه ديال التحميره اولا البابريكا، وكنقلبهم فيها. ما كنديروش التوابل من الاول باش ما كيتحرقوش. البطاطا كطيب لينا غير في هذه البخاره البنات، يعني ملي كنغطي عليها راه هكا كطيب، كي كنقصد الطياب يعني غير النص ديال الطياب ديالها كتولي هكا، كتبقى محافظه على الشكل ديالها، يعني ما كتهرس، ما كيف كنقولوا ما كتهراش بهذه الطريقه هذه. وحتى البطاطا كتبقى محافظه على القيمه الغذائيه ديالها، كي شفتوا معايا ما مقلياش وما مسلوقاش، يعني غير بهذه الطريقه كنبقاو مره مره كنقلبوا فيها. وملي كتكون مقطعه مكعبات صغيره راه دغيا كطيب. بنفس الطريقه غادي نغطي عليها نخليها واحد شويه في هاد الوقيته اللي كتكون كتكمل الطياب، نشوفوا الخلطه اللي غنديروا ليها من الفوق. بالنسبه للخلطه اللي غادي نديروا فوق من هاد البطاطا، بسم الله، عندي 4 ديال الحبات ديال البيض، غيبقى على حساب الكميه اللي درتو ديال البطاطا. انا هنايا 4 ديال الحبات ديال البيض كافيين. عندي هنايا واحد المعلقه كبيره ديال يوغورت طبيعي، وهذه تبقى اختياريه، الا توفر لكم ديروه، ما توفرش ممكن ديروا واحد 4 كاس ديال الحليب حتى هويا كيعوض لنا هاد اليوغورت هذا. هنا عندي شويه ديال الربيع، يعني القزبر ومعدنوس مقطعين طريين. وهنايا غادي نضيف شويه ديال التوابل، هنايا شويه ديال الثوم بودره اللي تبقات ليا من اللي درنا في البطاطا، شويه ديال الابزار، شويه ديال السودانيه، يعني الثوم بودره هي اللي كتنكى هذا الطبق زوين. غادي نخلط المكونات مع بعضياتهم. كي شفتوا معايا خلطت هاد البيض مع اليوغورت مع التوابل، وغادي نجيب المقيله ديالي ديال البطاطا. البطاطا ديالي شوفوا معايا البنات راها طايبه غير بهذه الطريقه كيف قلت لكم، غير في المقله راها طايبه. غادي نوريها لكم عن قرب اكثر، نهز شي حبه هكا، شوفوا معايا راها طايبه. القياس كتبقى لينا غير اللي كنديروا فيه يعني البيض وندخلوها للفران. انا غادي نكملها غير هنا في المقله، يعني غادي نكمل ليها الطياب ديالها غير في المقله، اولا غنكملوا الوصفه غير في المقله. هاد المرحله هذه كنضيف قطع ديال الجبن غير بهذه الطريقه، هذا جبن مثلث غير هو بالنكهه ديال الفرماج الاحمر. يعني هاد الاضافه البنات انا غادي نوريكم، وانتم غيبقى لكم الاختيار اشنو ممكن تزيدوا اشنو ممكن تنقصوا. وهذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديالنا اولا الطبق ديالنا بعد ما كنغطيها البنات هكايا بهذه الطريقه، يعني كيدوب عليه الفرماج. بالنسبه لكم ممكن تغيروا، ممكن تزيدوا شويه ديال اللحوم الا باقي عندكم شي كيف كنقولوا فتيتات ديال الدجاج اولا ديال اللحم طايب مسبقا، ممكن يكون طون صدر ديال الدجاج، غيروا فيه كيف ما بغيتوا. خذوا الفكره الرئيسيه انكم تشحروا البطاطا، يعني كطيب غير بهذه الطريقه هذه، وكتجي لذيذه الاخوات، يعني وكتجي متماسكه، يعني هذا الطبق هذا كيجي متماسك، شوفوا معايا كيجي غنيه الاخوات، شوفوا معايا. كنتمنى الاقتراح ديال هذا النهار اخواتي نال استحسانكم، وكيف ديما ما تبخلوش عليا بلايك للتشجيع فضلا وليس امرا اخواتي في الله. خليت لكم الراحه، في امان الله، الى فيديو قادم ان شاء الله.